اليوم فيه نقاش كيف نساهم نحن كوكالة بيت مال القدس الشريف في دعم الثقافة في القدس حتى تؤدي دورها البناء في حماية الشخصية الفلسطينية. وفي رمضان الماضي لأول مرة خصصنا دعما ماليا بقيمة 150 ألف دولار لبعض المراكز الثقافية منها مسرح الحكواتي. هو المسرح الوطني الفلسطيني وهذا في عمره تاريخ وأمجاد. وتدخلنا لدعم هذا المسرح مسرح الحكواتي. ثم إلى جانبه ليس بعيدا عنه في شارع الحمراء يوجد مركز يبوس الثقافي. هذا عبارة عن سينما قديمة أعيد بناءها بتدخل من الوكالة بميزانية مليون دولار وتم ترميمها وإعادة تأهيلها واليوم أصبحت مركزا ثقافيا يقوم بأدوار هائلة رغم الضغوطات. وأنشئت داخل هذا المركز بإصرار من أصحابه مشكورين قاعة مراكش التي تضم الأنشطة الجماهيرية جنب قاعة محمود درويش مباشرة. هذا العمل المؤسس يأتي من قناعة ثابتة على أن الوكالة في إطار أدوارها الاجتماعية تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة حفظه الله هو دور لتثبيت الهوية. ولكن هذه الهوية ماشي بوحدها، ليست متفردة. القدس مدينة جامعة فيها العرب اللي هم المسيحيين والمسلمين، ولكن أيضا فيها اليهود وهذا واقع لا يرتفع. وهي مدينة يتعين أن يحس فيها الناس بمختلف دياناتهم بالطمأنينة ويمارسوا حياتهم بحرية، يمارسوا شغفهم، يمارسوا أدبهم، يمارسوا مسرحهم، يعملوا سينما متاعهم. ونحن نحاول قدر استطاعتنا وقدر إمكانياتنا في دعم هذا القطاع المهم جدا في القدس.